مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلو بالموز بمكونات متوفرة بكل بيت وكتير كتير سهلة وبسيطة وطيبة وتحضيرها كتير كتير سريع سهلة بالتحضير بهيدا الشكل. شكل رائع جدا وكتير سهلة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا بسكوت موز، بدنا نكسر البسكوتات. نعمت البسكوتات منيح بهيدا الشكل، وإذا عندكم مكنة بتعملوهن على المكنة أفضل. بحطهم على جنب. بنحط كوب حليب بالطنجرة ونص، حطينا كوب ونص حليب بالطنجرة. بضيف سكر ملعقة اثنين، نشا ملعقة اثنين، ظرف كريمة بنكهة الفانيلا أو فينا نستبدل الكريمة بعلبة قشطة. حركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط وصار بهيدا الشكل منطفي الغاز. قبل ما احط الخليط فوق البسكوت والموز بضيف عليه ملعقة صغيرة زبدة، اكيد هو سخن لتذوب الزبدة، وممكن اذا بدكن بتضيفوها اخر شي هنو على الغاز. دابت عنا الزبدة، هلأ منحطن فوق البسكوت والموز. اول طبقة منحطها بسكوت، موز، برجع بحط طبقة بسكوت، موز، بنحط مهلبية على الموز، بسكوت، هلا بحطها بالبراد اقل شي ساعة. الحلو بعد ما حطيتها ساعة بالبراد بدنا نزينها. زيني رح حط موز على الوجه، رح زين بالكراميل، رشة فستق حلبي على الوجه. هيدا الحلو اللي عملتها انا وياكم من الموز. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.